رحب بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، مستمرين بالتأكيد بتغطية انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2023، هذه الانتخابات الرابعة كانتخابات مجالس محافظات بعد آخر انتخابات بعام 2013. هذه الانتخابات المهمة بالنسبة للمواطن الراغب بالتغيير وتغيير الواقع اللي يعيشه. انتخابات لانتخاب مجالس محافظات وأعضاء مجالس محافظات معنية يجب أن تكون بأطراف المحافظات والمدن لتقديم الخدمات لسكانها. ابتدينا من التغطية الأولى منذ بدء الاقتراع العام للمواطنين ب 15 محافظة عراقية وفتح صناديق الاقتراع ابتداء من الساعة 8:00 صباحا، ومستمرين إن شاء الله إلى نهاية اليوم الانتخابي. الإقبال بتزايد مستمر باعتبار ساعات الصباح الأولى مثل ما هو معروف، ما تشهد ذاك الإقبال لصناديق الاقتراع، لكن مع تقدم الوقت ومن خلال مراسلينا وشبكة المراسلين الموجودين بمختلف المحافظات العراقية بدينا نشوف أكو تزايد، أكو تواصل من قبل الناس لانتخاب مرشحيهم وانتخاب الناس اللي يمثلوهم بمجالس المحافظات. بالتالي ملف الانتخابات وأهمية هذه الانتخابات وأهمية المشاركة راح نبحثها مع ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ واثق الجابري رئيس مركز الكتاب العراقيين، وكذلك الأستاذ نبيل العزاوي الباحث في الشأن السياسي. رحب بكم ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك أستاذ واثق. دائما ما نتساءل عن الأهمية، أهمية انتخابات مجالس المحافظات، مثل ما نعرف عندنا انتخابات برلمانية وهذه انتخابات لمجالس المحافظات، ممكن البعض يقلل من أهمية انتخابات مجالس المحافظات، فأني أتساءل عن الدور والخدمات اللي ممكن يقدمها مجلس المحافظة للمواطن. نعم، شكرا جزيلا لكم وتحلك مشاهديكم الكرام للضيف الكريم. بدءا هنئ الشعب العراقي بيوم الانتخابات بهذا العرس البنفسجي الرائع اليوم، وأشكر قوات الأمنية طبعا على ما سجلوه في يوم انتخابات التصويت الخاص واستمرارهم بالعمل إلى اليوم وحرصهم على أمن وسلامة العراقيين. أشكر كل الأجهزة القائمة من حكومة ومفوضية انتخابات، وكمواطنين عراقيين اليوم يعني لاحظنا إقبال كبير بالنسبة للمواطنين على المراكز الانتخابية، ومنذ الصباح الباكر بل هنالك من جاء قبل أن تفتح المراكز الانتخابية. طبعا أهمية مجالس المحافظات هي مهمة وركن أساسي من أركان النظام السياسي في العراق. هذا النظام الذي يقوم على الاتحادي الفيدرالي الديمقراطي، بالتالي هو يقوم على ركيزة مهمة وهي الإدارة المحلية واللامركزية. لذلك هذا الركن الأساس طبعا هو مكمل لعمل الحكومة، والشارع العراقي اليوم بدأ يعي ويفهم ما هي أدوار مجالس المحافظات. لذلك نرى هذا القبول بالنسبة للانتخابات وهذا الحضور الكبير اليوم، وإن شاء الله سنرى في هذه المشاركة أوسع من هذا الحضور. ابتدى من التصويت الخاص للقوات الأمنية ومشاركتهم العالية، النسبة المثبتة أكثر من 67%، فباعتبار البداية انطلقت من القوات الأمنية، فبالتالي اليوم مسؤولية المواطن أنه الاستمرار بهذه المشاركة وتعزيز دور القوات الأمنية. نعم، احنا يعني لاحظنا خلال سنوات سابقة بعدم وجود مجالس المحافظات لك كثير من الخدمات، لذلك رأى المواطن أن أهمية هذه المجالس من إعادتها وإعادة ترتيب أولويات وتقديم مشاريع ووضع الخطط بالنسبة للمحافظة، وهذه أصبح واضح. لذلك أنا قلت هو ركن من أركان النظام السياسي، إضافة إلى أنه يكمل دور الحكومة باعتبارها هي تعطي موازنات للمحافظات تحتاج إلى عمل. ومجالس المحافظات هي أستاذ نبيل مادة دستورية حسب الدستور العراقي، المادة 122 رابعا أكدت على مجالس المحافظات. اختفت عندنا مجالس المحافظات وعطلت من عام 2018 نفس ما نوهنا آخر انتخابات ل 2013. تشوف حاليا الظرف مناسب والوقت الأمثل لعودة هذه المجالس لتقديم الخدمات للناس؟ أولا تحية لحضرتك وتحية للأستاذ واثق وإلى جمهوركم الكريم. طبعا صحيح هي جمدت ولم تلغى، لأنه لا يستطيع أحد أن يلغي قضية دستورية إلا بقانون أو تشريع، ولذلك المحكمة الاتحادية أعادتها. أولا لو حتى لو سوينا جرد حساب ذيك الفترة اللي من تقريبا 10 سنين ما كانت مجالس محافظات، ما المنجز وما الذي تغير في واقع المحافظات؟ لكن بالعكس هنالك كان توغل بالمال العام، كان هنالك هدرا بالمليارات، كانت هنالك امبراطوريات لبعض المحافظات، لأن تدري القضية إذا ما بها رقابة وما بها توظيف حقيقي، يعني تدري مجلس محافظات أنا بتقديري مثل مجلس وزراء،
مصغر يكون، يعني بي رئيس مجلس، العفو بي محافظ، بي نائب، وبي صالح يقدر يمارس دوره ويقدر يعطي موازنه ويقيل يعني عطاءات. لذلك ومن حقه اعتقد حتى يشرع قوانين. صح صح صح. لذلك من باب الانصاف ان نقول يعني في هذه الفتره يجب ان تكون مجالس محافظات حتى تشيل العبء عن الحكومه. تدري عمل الحكومه عمل البرلمان مو هو نفسه، يعني عمل تشريعي مراقب البرلمان، عمل تشريعي يراقب عمل الحكومه. لكن هاي التقاطعات لازم نحن يعني نفكك هاي التقاطعات بمجلس محافظه حقيقي منتخب. هذا المجلس خلي يحول الخيبه الى خدمه، يعني احنا كانت هنالك خيبه. هي هنا المشكله عندنا بالعناصر ومن مثل المجلس، ام انه مشكله بالقانون وليش اكو مجلس محافظه؟ لا انا تقديري مو بالقانون، هنالك من يعني تدري يعني هنالك من ما اصاب العمليه السياسيه والانتخابيه يعني علل وامراض كثيره، وخصوصا نزاهه الناخب. خلينا نتكلم بصراحه، لم تكن هنالك توظيفا حقيقيا للاموال، يعني قيمه الاموال وتلاحظها قبال هاي الاموال، لم تكن هنالك مشاريع، يعني مشاريع كبيره يلتمسها، رجعت للميزانيه، ولذلك لم يكن توظيفا حتى لهذه الاموال. يعني هنالك لم تكن حقيقه بلاغه سياسيه، بل حنكه حكمه في اداره هذه الامور. لذلك اليوم نشوف الكتل السياسيه اكو تغير، اكو استشعار بتقدير الاخطار. ولذلك اليوم حتى اليوم انت من لاحظت القوائم بعد ما ينزل يقول لنا راح اعين وراح اسوي لك، هاي الشعارات القديمه انتهت. لان يعني يعرف المواطن اصبح ذكي وحنكه ويمتلك من الدهاء اللي كان يمتلكه السياسي، اليوم المواطن هو اللي حاجج السياسي. لذلك فعلا. أنا أعتقد المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء أعمار كما كانت هي مرحلة الحكومة اللي هي طبعا شعارها الخدمة الوطنية. ولذلك هذه المحافظات يجب أن توظف للخدمة الحقيقية وليست للخدمة الورقية والإنشائية اللي كانت ترفع دائما. جيد، وصلنا لهذا الوعي خلينا نقول على مستوى الناخبين باختيار الأصلح. وبالأساس أنا كمواطن اليوم شلون لازم أميز؟ يعني عندنا 5904 مرشح بعموم المحافظات، فبالتالي الاعداد هواي، القوائم هواي، شلون اقدر اميز انا اليوم واختار الشخص اللي يمثلني بمجلس المحافظه؟ نعم، يعني هو طبعا اكيد المواطن بدا يميز، والدليل على هذا ان الحمله الانتخابيه قد تكون الاهدى بين الحملات الانتخابيه. ما شفنا صور هواي للمرشحين، ملصقات قليله، ما شفنا اكو شد او اشتباك سياسي بين القوى السياسيه، او ربما محاولات تسقيط او جيوش اكتروني. حتى اساليب الدعايه الانتخابيه، اساليب الدعايه مثل ما اشار استاذ نبيل، انه ما يعني ما عاد احد يتحدث بغير صلاحياته، ما يتحدث انه انا اعين او انه اجيب الكهرباء او اسقط اراضي وكذا، من الصلاحيات الاتحاديه. لكن احنا علينا ان نشخص اليوم، ربما الحكومه شخصت وال مجالس المحافظات والطبقة السياسية شخصت ما هو سبب عرقلة عمل مجالس المحافظات، أو أنه ما قامت بدورها الحقيقي في الفترة السابقة. طبعا إحنا كما تعرف إحنا كان النظام مركزي ومركزي مقيت وشمولي أيضا، وبالتالي مسألة التحول تحتاج إلى شيء من الوقت باعتبار العقلية السياسية والعقلية الإدارية وطبيعة حكم المؤسسات. جزء من عنده بدأ يتحول تدريجيا الى اللامركزيه والى التحول الادارات المحليه. بالتالي ربط المحافظات كان، او ربط مجالس المحافظات وادارته كان مرتبط بالوزارات، يعني مجلس محافظه والمحافظ كان لا يستطيع ان يقيل مدير عام. بالتالي هذا يؤدي الى تقاطع الصلاحيات، وبالنتيجه نهايه السنه تشوف المحافظه 25% 20% منهم من وصل الى 15% من الموازنه يصرف، والباقي يرجع للموازنة الاتحادية. الخدمات ومأساتها ومشاكلها. نعم، الآن السيد السوداني والقوى السياسية بدأت تتفهم أنه لا بد من إعطاء هذه الأموال، إعطاء صلاحيات المحافظات. أنا سؤالي هنا، الحكومة الحالية أستاذ نبيل شعارها شعار خدمات، مجلس المحافظات وجد لتقديم الخدمات، ونشوف إحنا دائما رئيس الوزراء أو حتى الوزراء بالحكومة الحالية ينزلون بشكل مباشر للمشاريع. هنا إيش راح يكون دور مجالس المحافظات؟ يعني أنا هذا سؤال جدا مهم. أكيد من ترفع الحكومة شعار خدمات أو خدمة وطنية، قبال هذه الخدمة يجب أن يكون عمل. ترى كلمة الخدمات ليست شعار أو كلمة أو تطلق كلمة سريالية أو كلمة دعائية، لا، الخدمات عمل، جهد، مثابرة. مجلس محافظة متكون من يعني أعداد منسجمين مع بعض غير متقاطعين. تطرق إلى قضية جدا مهمة أستاذ واثق، هي قضية الاشتباك السياسي اللي كان تكون يعني مفردة جدا مهمة، كانت قبل تقاطعات سياسية تجمد او يعني تموت العمل. لذلك اكو ملاحظات على مجالس المحافظات، ولذلك صارت
وصار تجميد لها او تعطيل لها، ولذلك صارت هو ما بين المواطن، وصارت عدم ثقه حقيقه ما بين ولذلك اليوم الباب من باب الانصاف نتكلم، الحكومه اعادت الثقه خلال سنه ونص، مو سنه ونص، سنه وشهرين يمكن او ثلاثه، اعادت نوعا ما من هاي الثقه المسؤوليه. يعني تشوف الاجواء الحاليه مهيئه انه يجي مجلس محافظه فعال يقدر يقدم بهذا الواقع للحكومة الموجود اليوم؟ أسست الحكومة السيد السوداني لهذا الشيء اللي تكلمت إليه، يعني شرفع شعار السيد السوداني خدمة، واليوم سمنتر تطلع للشارع، أكو استحسان، أكو مشاريع، يعني نتكلم عن 19 مشروع مجسر لفك الاختناقات خلال العام المقبل راح ينتهي، نتكلم على أفضل المشاريع، يعني تصوري هو مشروع السلة الغذائية اللي اليوم المواطن يعني هو فوق هذا الارتفاع بالدولار اليوم أكو أمانه أكثر من 4.5 إلى 5 مليون من الرعاية الاجتماعية في مأمن. لذلك أسس السيد السوداني لهذه البيئة الصحيحة اللي يمكن أن يعني هذا المحافظين اللي راح يسلمون المصانب أن يقدموا، لأن يعني الحكومة داعمة لهذه القضية، قضية الخدمات، قضية والحكومة أيضا يعني داعمة لهذه الانتخابات، وشفنا السيد السوداني اليوم توجه لصناديق الاقتراع وشارك بالانتخابات وشارك بمدرسة ومركز، يعني حال الناس راح وشارك بالانتخابات وأدلى بورقته وبصوته. سؤالي اليوم المرشحين يعني أغلبهم منتمين لجهات سياسية، اليوم أنا إذا أرد أختار المرشح انتمائه راح يحدد نوع الخدمات اللي يقدمها؟ يعني وين لازم أحكم بناء على تجربته السابقة، بناء على أدائه، بناء على الجهة السياسية اللي ينتمي لها وما تقدمه؟ نعم، يعني هو الملاحظ يعني في هذه الانتخابات يعني المرشحين مختلفين، يعني منهم الطبيب ومنهم الصيدلي والمهندس والرياضي والفنان ويعني متنوعين، متنوع الاختصاص، بالتالي في القائمة الواحدة يعني برنامج، هنالك برنامج أساسي وبرامج فرعية ربما يعني تطلعات يعني بعض المرشحين، لكن أنا أعتقد يعني هي طبعا أكيد القوائم، الإنسان أكيد ينظر إلى تاريخ القوائم، البرامج الانتخابية أساسا بناء على وضع المحافظات ومتابعتك تنسجم مع واقع المحافظات؟ يعني أكيد اطلعت على برامج أبو البصرة، أبو الناصرية، أبو الأنبار، غيرها من المحافظات. نعم، هذه هالمرة البرامج ما كانت برنامج موحد للقائمة، وإنما كل محافظة لها برنامج خاص باعتبار محافظات، كل محافظة لها خصوصيتها، يعني محافظة تتميز بالسياحة، تتميز بالزراعة، تتميز بالصناعة، وهكذا حسب المحافظات، حسب الإمكانيات وحسب الطاقات. لكن يعني هو المركز الآن، يعني الحكومة إذا تركز والقوى السياسية أيضا اللي تركز به هو يتضامن يعني مع البرنامج الحكومي، البرنامج الحكومي حدد أولوياته، الأولويات هي أولا محاربة الفساد، ثم معالجة الفقر والبطالة، وأولويات في عدة ملفات، وضع ملف الصحة أولا، ثم الكهرباء، ثم بقية الملفات. إحنا ما نلاحظ الآن يعني مثلا في ملف الصحة نجد كثير من المشاريع التي فتحت، يعني مستشفيات وهكذا، ومشاريع ورؤى متقدمة قد تكون لوزارة الصحة، أيضا في وزارة الكهرباء وفي وزارة التجارة، ما نتحدث عن السلة الغذائية، ما نتحدث عن يعني إحنا اليوم مع ارتفاع الدولار الحكومة مسيطرة على أسعار السوق وفتحت أكثر من منفذ، ننتظر مجالس محافظات تجي تعزز. نعم، هنا مجالس المحافظات تقدر الاحتياجات، لذلك احنا نركز ونقول لأبناء المناطق المحرومة، أبناء المناطق الفقيرة شاركوا حتى تختاروا من يمثلكم، من يستطيع أن ينقل ما هي معاناتكم. هو هذا الموضوع، بملاحظة مهمة، أنه دائما يعني خصوصا الأطراف، أطراف المحافظات مثل ما ذكرنا بالمقدمة وذكر أستاذ وافق، هم اللي يعانوا من المشاكل. مجالس المحافظات وفق قانونها وفق آليات عملها المفروض تتبعها تعالج مشاكل الأطراف، يعني هي البداية الحقيقية لأس المشكلات وجذر المشكلات هي الأطراف. يعني حضرتك شخصت وإحنا كنا نشخص، لكن لو ترجع للعلاجات لم تكن هنالك علاجات وافية وشافية لهذه القضية، قضية المداخل، قضية المدن اللي مع الأسف محرومة من هذه الخدمات التي كان من الواجب على المليارات التي أهدرت أن تنظم هذه الطرق، هذه المداخل، هذه أكو أماكن يعني أو أماكن نائية بعيدة عنها الخدمات نهائيا. وهنالك أحد الأصدقاء يعني راسلني يقول إحنا ما واصلنا أحد من أكثر من 18 سنة، إذا أكو هنالك يعني مدن أو أماكن مهملة تماما، ولذلك وجبت الرؤية والتصحيح خلال الفترة القليلة القادمة. أكو نية
هاني تقولي الان اشوف اكو نيه صحيح اكو اراده نعم اكو ليش يعني هذا التفاؤل مبني على شنو اللي مبني عندك؟ على انه انت استشعرت بانه المواطن بعد ما يقبل بانصاف الحلول مواطن 20 سنه سئم دائما ينتقد صارت عنده هواي تجارب مرت عليه هواي وجوه لا مشاكل مرينا وحتى مرينا بارهاب واجيال الارهاب ودفعنا ثمائن وضرائب وكان تتذكر يصب على سياره مروجه طائفيه اساسا وصلنا الى يعني قناعه بانه يجب ان نغادر كافي فعلا. دفعنا كل شيء ولو ترجع هسه تراجع الدول اكو تجارب اكثر من تجربتنا صح. المانيا مرت بحربين عالميه وليست حرب واليوم هي سيده اوروبا كوريا الجنوبيه مرت بمشاكل كبيره ولاحظ اليوم الاقتصاد الكوري ماليزيا سنغافوره ما ارد احدد لك لذلك احنا بعد 20 سنه وفوق كل ما قدر الله من اموال نفط عندنا لازم نوظفها بالتوظيف الصحيح ولهذا طرق السيد السوداني لهذه القضيه قبل 4 أيام في احدى المؤتمرات كل هذه النقاط تبدي من دور المواطن اساسا بتفعيل يعني هو اساس يعني هو أساس كل العملية أساس العملية السياسية والديمقراطية والانتخابية وبالتالي هذا ينعكس على الخدمات المقدمة صحيح. أنتقل لمعلومات رقمية هامة يقدمها لنا الزميل كرار محسن عن انتخابات مجالس المحافظات تفضل كرار شكرا عباس طبعا مشاهدين الكرام أكيد معلومات هامة يجب أن الجميع يعلم بهذه المعلومات بالتأكيد انتخابات مجالس المحافظات 2023 أداء المفوضية وتجارب المحاكاة عمليات محاكاة أجرتها مفوضية الانتخابات قبل إجراء الانتخابات المحلية ونجحت بنسبة 100% كذلك الحال العملية جرت بأكثر من 7000 مركز اقتراع في عموم المحافظات أيضا لدينا المحاكاة هي عملية اقتراع تجريبية تستخدم فيها أوراق خصصت لعمليات التدريب أيضا يتم عملية الهدف من عملية المحاكاة لفحص دقة وسرعة عمل الأجهزة الإلكترونية والوسط الناقل بصورة شفافة وعلنية أيضا لدينا المحاكاة اختبرت الوسط الناقل للأجهزة لأجهزة يشارك 87 مراقبا دوليا واكثر من 33,000 مراقب محلي هذا ما لدينا في هذا الانفو شكرا لكم مشاهدينا الكرام العوده الى عباس شكرا زميل كرار على كل هذه الملاحظات والأرقام والمعلومات عن أداء المفوضية وتجارب المحاكاة أتوجه بالسؤال للأستاذ واثق سمعت المعلومات وسمعت التفاصيل ما يخص تجارب المحاكاة اليوم أنت شاركت بالعملية الانتخابية أريدك تنقل لنا وللمشاهدين تجربتك بهذه المشاركة طبعا أولا وجدت إقبال كبير بالنسبة للناخبين طبعا أنا كل انتخابات أشارك جيد. وآخرها كانت انتخابات 21 اليوم شفت المواطنين منذ الصباح الباكر يعني مقبلين على صناديق الاقتراع واللي لاحظته انسيابيه الحركه يعني يمكن انا ما استغرقت اكثر من دقيقتين جيد. يعني مجرد التعرف والبطاقه وكذا والبصمه التعامل بالاجهزه شلون كان؟ التعامل جدا انسيابي وسلس وبدون اي تعقيدات يعني مجرد قائمه على دخلت على القاعه اللي بها الحرف وراسا مجرد برز شنو يحتاجيه على مود الناس هم يعني تعرف انه شنو يحتاج ياخذ وياه حتى يقدر هو يشارك طبعا هويه الاحوال المدنيه وايضا البطاقه الانتخابيه طيب. وبالتالي دخلت بشكل يعني سلس جدا يعني اجراءات يعني يمكن اذا اقول دقيقتين هوايه يعني ودخلت وايضا انا كان خياراتي واضحه يعني وين المره راح انتخب واي قائمه وهكذا قبل لا تروح انت محدد وهذا مهم بالتالي يعني هي العمليه يعني سلسه جدا جيد. وما بها اي تعقيدات بالتالي هاي دعوه لكل الاجهزه الامنيه طبعا بالباب يرحبون يعني بال تقدر تشارك بكل يسر وسهوله وكل الاخوه الموجودين بالمراكز والمحطات يسهلون اجراءات الانتخابات حتى تقدر تشارك وتدلي بصوتك بهذه الانتخابات المهمه استاذ عباس ممكن فضل. اضيف نقطه تفضل طبعا اؤكد للمواطن العراقي انه هذه العمليه وصوت المواطن محفوظ باعتبار
القضية أولاً وجود مراقبين بحدود 500 ألف مراقبين دوليين تقصد؟ بين محلي وبين دولي، وجود أيضاً بحدود 350 ألف محطة وسيلة إعلام، وهذه أيضاً كوسيلة مراقبة، وجود مراقبي الكيانات السياسية، وجود كاميرات ممتاز، وبالتالي العملية لا تقبل التزوير، وأي شكوك لا يمكن أن يشك بهذه العملية، ونتمنى أن تصير بكل سلاسة. هاي بعد رسالة مجرب مثل ما نقول، راح وشاف بعينه شنو الوضع. أنتقل لتصريح مهم للأستاذ محمد عبد الوهاب سكر مسؤول عمليات الفرات الأوسط، نتابعه وبعد راجعين. المتمثلة بقيادة شرطة النجف، الوكالات الاستخبارية، وما جرى دعمها من قيادة قوات الحدود، موارد وزارة الداخلية لتأمين خطة متكاملة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات. من الصباح الباكر شرعت قطاعاتنا بتنفيذ الخطة وتأمين المراكز الانتخابية بثلاثة أطواق، الموقف الأمني جيد، والانتخابات تجري وفق ما معاد إليها في الخطة، ولم يؤشر في مدينة النجف لحد الآن مركز المحافظة وأطرافها أي خلل أمني أو أي خرق، ولله الحمد. الخروقات البسيطة التي حدثت، شكرا جزيلا للجميع. رحب بكم مرة ثانية أستاذ نبيل. شفنا تجربة أستاذ واثق، شفنا القوات الأمنية والتطمين الموجود لكل المشاركين. مسؤول عمليات الفرات الأوسط وضح الموضوع، قال أنه ما عندنا قطوعات، القوات مستمرة لأمن المراكز وأمن الناخبين. بالتالي اليوم شنو مسؤولية المواطن؟ مسؤولية المواطن واضحة جدا، لأنه الكل مهد لأن تكون هنالك انتخابات. المفوضية بأربع محاكات عملت لأن تكون هنالك عمل جهد، وهذا الجهد جبار، وإن كانت هنالك بعض الأخطاء البسيطة التي عولجت بال يعني الساعات الأخيرة، وهنالك تقييم من حتى من اللجنة التي تعمل الكورية التي تفحص هذه، يعني وضحت بأنه لا مجال للخطأ. أصدرت بيان شركة ميرو الكورية، هي اللي وضحت بأنه هذا الخطأ لن يتكرر، وحتى سنذهب يعني جدلا إذا تكرر فهنالك في قانون العد في قانون فوضي عد وفرز يدوي، إذا صوت المواطن محفوظ، يعني ماكو صوت. بالتالي أكو معالجات، كل المعالجات موجودة وكل الآليات، لذلك على المواطن اليوم هو يعني ما ممكن بعد ذلك يتردد أو يقول أنا ما رحت، أو يعني هي فرصة ما تتكرر كل أربع سنين، لذلك يجب أن تستغل وتوظف بنفس الوقت بالطريقة الصحيحة. يعني بعد ذلك شيلوم المواطن، ليش ديلوم؟ يعني دائما يتجالس في البيت ما من حق له. اليوم هي فرصة لتقديم الصوت، لتقديم يعني أحد يعرفه. ما ممكن هاي النظرة اللي دائما بدأت تتروج بالفترة الأخيرة، الكل فاسد لا تذهب. هي من المعقول اليوم نشوف الأرقام 5900 وأربعة مرشح، بينهم 4242 رجل و1662 امرأة متوزعين على 15 محافظة. ما من المعقول أنه الكل سيء، الكل ما راح يقدم، أو الكل ما عنده برنامج واضح. صح، ولذلك أنا أشوف المواطن وصل إلى نوع من البلاغة السياسية في تقدير هذه الأمور. أنا عندي أصدقاء هواي غيروا، يعني كانوا يعني راضين كلامهم، يقول أنا إيش عندي رايح، ليش رايح اليوم زي. من أسئلة أو أخابره يقول لي لا رايح لي. إذن هنالك تغيير، بشارة خير، هاي بشارة خير، ولذلك هي فرصة ثمينة. الساعات المقبلة ستشهد زحاما على المراكز، لأن تدري العراقيين ورا الساعة بالعشرة، ورا 11 12 خصوصا أن اليوم يوم عطلة، وهذا المتوقع من خلال شبكة المراسلين متواجدين بكل فعلاً بأغلب المحافظات. فعلاً لنقل لنفس هذه الصورة، ساعة إنه بدأ هسه حالياً بعد الساعة واحدة راح تبدي الكثافة، راح تصير، خصوصاً تدري أنت المواطن وراء الساعة 12 يبدي يطلع. إحنا العراقيين دائماً بفترات العطلة، فعلاً ساعات مهمة، ساعات مصيرية، هي تقرر من راح يتسنم هاي المناصب المهمة، والمناصب اللي هي راح أنا بتقديري هي ليست إجرائية شكلية، راح لذلك تأسس الانتخابات البرلمانية بعد سنة، هي الأساس الانتخابات البرلمانية. لذلك أنا أسأل عن البديل. أنا اليوم إذا ما رحت شاركت، إذا ما رحت اختارت سين أو صاد من المرشحين، شنو بديل لهذه العملية الانتخابية الديمقراطية اللي منحها إن الدستور العراقي بعام 2005؟ نعم، يعني قد تكون هناك ملاحظات أو اعتراضات يعني بعض الأشخاص، لكن هذه الملاحظات لابد أن تترجم إلى عمل إيجابي. العمل الإيجابي من خلال المشاركة، هي هاي الملاحظات ترتقي لمستوى المقاطعة ممكن توصل؟ لا، المقاطعة طبعا أنا لست مع المقاطعة تماما، والمقاطعة بل حتى من يريد يعني لديه وجهة نظر مختلفة عن هذا القوة، من مفترض أن يشارك ويصبح معارضة ويراقب هذه القوة، يكون يعني قريب. لكن بالنسبة للمواطن، المواطن إذا كان لديه ملاحظات على أشخاص فعليه أن
ان يشارك ويختار غير اشخاص، يبحث بين هؤلاء المرشحين، بالتالي يتحول فعل المواطن الى فعل ايجابي، وهذه المعارضه والاعتراض والملاحظات تترجم الى عمل على ارض الواقع. والا الان كل واحد يمكن عنده ملاحظه، عنده يعني بد رؤيه معينه، يعني جهه حزبيه او مرشح ما وقاعد بالبيت وما يذهب للصندوق الاقتراعي، اعتقد هو فرط بحقه. وانا اعتقد هي المسؤوليه الان المواطن، ما يعني انا في رايي انه المشاركه واجبه، الواجب باعتبار هذا الحق ليس حق فردي وانما حق جماعي. اليوم عندما انا اتخلف وفلان يتخلف وبالنتيجه احنا فرقنا بحق جماعي، احنا الان مطلوب من عندنا ان نحدد من هم الاشخاص اللي يصدرون المشهد، بالتالي لابد ان نشارك في طبيعه هذا الخيار، وهذه موجوده يعني بالديمقراطيات، انه لكن اللي ما يشارك هذا من المفترض ان يعني مثل ما اشار استاذ نبيل عليه ان يسكت، لانه باعتباره يعني خوله من ينوب عنه، يعني تركني انا، فانا اللي احدد، انا اللي احدد الخيار، وانا فبالتالي انا خياري لهذا المرشح. بعض الاراء للاسف يعني كل من يعادي العمليه السياسيه واعداء العراق لا يريدون للعراق، لا يريدون هذه العمليه السياسيه تستمر، ولا يريدون التبادل السلمي للسلطه، ولا يريدون الممارسه الديمقراطيه. اذا كان هناك الكثير من الاعداء يعني من عام 2003 الى اليوم مستمرين. اليوم نشوف حتى قنوات عربيه وعالميه تروج لمقاطع فيديوية سابقة لانتخابات سابقة. لا إحنا النظام السياسي الآن تطور في العراق، الآن أصبحت الرؤية يعني إحنا سلم نتحدث عن السياسيين ما كان بالعام 2003 مثل اليوم. لا إحنا المواطن بدأت إدراكاته تتحرك، بدأ يفهم، بدأ يعرف. يعني إحنا مو يعني قبل كان المرشح يمكن يقدم فد إغراءات وعود، يمكن ترغيب بهذه الأساليب تنطلع على المواطن. اليوم المواطن حتى لو كان وعد مرشحا يمكن يروح لصندوق الاقتراع ويختار الانسان الافضل، وبالتالي قناعات المواطن هي الاساس، لذلك المواطن عليه ان يشارك. انا اقول المواطن، ادعو اخواني من منبركم واقول لاخواني يا ابناء شعبي شاركوا في الانتخابات، هي هذه مصيركم. بالنتيجه احنا انتخابات مجالس المحافظات انا اعتقد الان في هذا الوقت اهم من انتخابات البرلمانيه، باعتبار حكومه خدميه وتحتاج الى خدمه، والخدمة تنطلق من المحافظات. طيب. مثل ما تحدثنا عن الأطراف، يا أبناء المناطق الفقيرة، يا أبناء الأطراف، فرصتكم أبناء. الحكومة اليوم شخصت أنه وبدأت مشاريعها من الأطراف لأنها تنقص الخدمات، عليكم اليوم أن تختاروا من يمثلكم. تعزز دور الحكومة. نعم. جيد، وفق القانون إذا نبحث شوية بقانون الانتخابات، نسبة المشاركة تأثر على مقبولية أو الاعتراف بنتائج الانتخابات؟ البعض يروج ممكن للمقاطعة بحجة أنه قاطعنا كذا نسبة ما راح تقبل نتائج الانتخابات، اكو وفق القانون وفق الدستور هيك شيء؟ طبعا سؤال مهم جدا، ومن منبركم خلينا نوعي الجمهور، لانه هنالك سوء فهم اكو. يعني يقول اذا ما يشاركون يعني احتمال هذا لن تعترف بهذه الانتخابات وتلغى نتائجها. اقول وفق القانون والاليات الدستوريه وما حدده القانون بانه حتى لو كانت النسبه 3 او 5 او 10% فهي انتخابات ستكون معتمده قانونيا، حتى لو اقل من 5%. ولذلك هاي القضيه يجب ان تصل للمواطن بانه يجب ان تكون هنالك جديه في التعاطي مع هذه الاحداث التي تكون. انت تشارك او متشارك راح تكون يعني هاي الانتخابات ملزمه ومفروضه واقع حال، نتائجها واقع حال، نتائجها راح تتحدد وفق مجالس محافظات منتخبه، ويصير محافظ ويعني نائب محافظ وكذلك اعضاء مجلس محافظه ولجان قانونيه ولجان. يعني قلت لك مجلس محافظه هو مثل مجلس وزراء، شيء مصغر، كل شيء عنده صلاحيات. لذلك اعتقد تطرق الى قضيه استاذ واثق جدا مهمه، هي منه الافضل، هي طبعا هي احنا ما نتكلم منه الافضل، ولكن اساس العمل هو الخدمات. انت من تقدم خدمات حقيقيه ملموسه راح تاسس، وعضو مجلس المحافظه هو اقرب للناس، صح، ابن بيئتك، دور الخدمات، وهو ابن بيئتك مثل ما تفضلت، فهو قريب إليك. ممكن البعض اليوم متخوف انه هذا بعدها راح انتخبه بعد ما راح اشوفه، لا هذا راح يحاسبه، راح يكون قريب عليه، هذا هو انتخبه، يعني قريب عليه، يكون ابن البيئه، ابن المنطقه، ابن العشيره. ولذلك هاي الانتخابات هي الخدميه. طبعا هاي الانتخابات مهمه في كل دول العالم، انا من سويت يعني سيرت بحث على هاي القضيه، لقيت اغلب دول العالم
تعير أهمية لهذه الانتخابات أكثر من البرلمانية في كل نظم العالم، لأن هذه الانتخابات هي تعيد، هي تأسس للثقة وتعيد هاي الثقة المسلوبة بين المواطنين، يعني كل ما تكون خدمات أنت يعني هاي تأسس لي أن تكون هنالك علاقة. المشرع العراقي انطاها أهمية وانطاها مادة دستورية واضحة مثل ما نوهنا 122 المادة رابعا، وأكد على دور مجالس المحافظات. إذا ننتقل لموضوع المكونات وتمثيل المكونات، وفق التوزيع وفق النسب السكاني أكو تمثيل للمكونات، يعني في بغداد أكو 3 مقاعد للكرد الفيلية والمسيح والصابئة، في نينوى أيضا 3 مقاعد، في كركوك للمكون المسيحي مقعد، في ميسان للصابئة مقعد، في واسط والبصرة ما بين الكرد الفيلية والمسيحي. تشوف هذا التمثيل تمثيل حقيقي اليوم لكل أطياف الشعب العراقي؟ لا طبعا، هو نظام الكوتا ضمن للأقليات يعني حقوقهم. طيب. بشكل متوازن، يعني ايش قد ما يكون العدد مالتهم هو ضامن الكوتا، لكن احنا المكونات الاخرى يعني احنا ونعتقد بالمكونات الكبيره وبالذات المكون الاكبر المكون الاكبر وبالذات بالمناطق المختلطه، احنا عندنا تجربه يعني بعد عام 2003 يعني المحافظات الغربيه ما شاركت بالانتخابات وهذا اثر بشكل كبير يعني بالنسبه للمحافظات باعتبار المواطن عندما لا يشارك لا يشعر بمسؤوليته تجاه الدوله ولا يشعر. تغيرت الصوره هذه بالتصويت الخاص، يعني لما نشوف محافظه الانبار نسبه التصويت 63%، هذه فقط قوات امنيه. لكن الان اكو دعوات مثلا في بغداد للمقاطعه، هي هذه المشكله. بغداد الان هذه المدينه الكبيره اللي هي عراق مصغر فعلا، يعني باعتبارها تحتوي كل مكون، لكن اختلال التوازن في بغداد طبعا سيؤثر على يعني التوازن الاجتماعي، على توازن الخدمات، على طبيعه تقديم الخدمه. بالتالي المفترض ان كل المكونات تشارك بشكل متوازن وبالذات ابناء المكون الاكبر، لان هم اغلب ابناء المناطق المحرومه. احنا اليوم اذا نذهب الى شرق بغداد هم من المكون الاكبر، نذهب الى العشوائيات الى المناطق الغير مخدومه، يعني كل اطراف بغداد هم من ابناء المكون الاكبر، بالتالي عليهم ان يشاركوا. المقاطعه ضرب لابناء هذا المكون، ضرب لهذه هم لابد لهم ان يختار، مثل ما قلنا انه عليهم ان يختاروا من يمثلهم. يمثلهم، واحنا يعني مثل ما اشرتم قبل قليل انه هذا ابن المحافظه تقدر توصل له، تقدر تدق بابه، ممكن تجي تعاتبه، ممكن تجي تقدم له شكوى، وممكن تعترض عليه وحتى تتظاهر عليه، وممكن حتى تقيله من مكانه لانه باعتباره قريب عليك وتقدر تاثر عليه بكل الوسائل، يعني الوسائل المتاحه ديمقراطيا. بالتالي هو لماذا مجالس المحافظات، لماذا التركيز على عن الانتخابات البلديه تسمى في العالم؟ باعتبار هؤلاء الاقرب الى الناس سياسيا وثقافيا واجتماعيا وعقائديا أساسية والضرورية للمواطن، لذلك هو يكون الأفهم والأحرف بالمواطن. يعني أنا اليوم الوزير في المحافظة في الحكومة الاتحادية قد لا يفهم ماذا تحتاج المحافظة، ثم المحافظة تصبح كدولة مصغرة، يعني وزير الكهرباء مدير عام الكهرباء في المحافظة هو كوزير كهرباء، مدير عام الصحة هو كوزير الصحة، وهكذا يمكن تقديم الخدمات بشكل مباشر. احنا فيما يخص وضع المحافظات ننتقل الى مراسلنا من محافظه النجف الاشرف فلاح القرعاوي حتى نتعرف اكثر على وضع المحافظه. نرحب بك فلاح. اذا الصوت واضح عندك طلع طلع. السلام عليكم وعلى ضيفك. عليكم السلام فلاح. وصلنا للساعه 1 او عبرنا الساعه 1 واحنا بالتغطيه المباشره، اشوف الوضع يعني خلفك في المركز الانتخابي اللي انت متواجد به تغير تقريبا، شنو التفاصيل الحاليه اللي عندك اذا تخلينا بالصوره اقرب؟ يعني الحقيقة المركز الانتخابي الذي نتواجد فيه والذي خصص للإعلاميين في محافظة النجف الأشرف ليس بقياس كصورة لحدث هذا اليوم وهو الحدث الانتخابي، كون هذا المركز هو يعد من المراكز النموذجية وخصص للإعلاميين، كون الإقبال على هذا المركز تكون إقبال دون المتوسط نوعا ما بحسب المنطقة التي يتواجد فيها المركز حتى تتاح للإعلاميين أخذ راحتهم في إعطاء صورة معينة وكذلك التصوير وكذلك
وكذلك للأمور اللوجستية الإعلامية الأخرى. أما باقي المراكز في عموم محافظة النجف الأشرف وبحسب الإحصاءات الأولية بأنها وصلت قرابة يعني الإقبال المتوسط في عموم النجف الأشرف. أما في القرى والأرياف والنواحي الأخرى في النجف الأشرف فأعلى من يعني قرابة 60% من الإقبال. والنجف الأشرف كما شهدت في التصويت الخاص تكون الإقبال بعد الظهيرة يعني ساعات العصر يكون هناك إقبال على المراكز الانتخابية لا سيما هذه المراكز الموجودة في الأحياء وعموم محافظة النجف الأشرف في مركز المدينة. يعني تعد هذه المراكز هي عبارة خمس عن ساعات من اليوم الانتخابي وبداية اليوم الانتخابي. من هل تم تسجيل بعض المشكلات بعمل الأجهزة أو الأمور اللوجستية اللي تخص العملية الانتخابية؟ بحسب المراقبين الدوليين الذين وصلوا إلى النجف الأشرف ووصلوا إلى هذا المركز تحديدا ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي أجري معهم أكد حسن تركماني الذي هو من تركيا الدكتور حسن من خلال سؤالنا له بأنه لا توجد أي خروقات وأنه تفقد أغلب المراكز في هذه المدينة المقدسة وأكد على سير العملية الانتخابية بنجاح تام وأنه لا توجد أي ضغوطات. انسيابية بحسب المراقبين وبما شاهدناه نحن. أما القيادات الأمنية وأكد الفريق عبد الأمير الذي هو قائد الفرقة الخامسة والمشرف على منطقة الفرات الأوسط أمنيا بأنه تجري عملية الانتخابات بسلاسة لا توجد أي قطعات أمنية الحالة الأمنية مؤمنة لكافة المراكز الانتخابية. أسأل عن فلاح أسأل عن تجربة الكاميرات كاميرات المراقبة في عموم يعني مثل ما نعرف أكد بأنه أول تجربة انتخابية تراقب بآلاف الكاميرات سواء في المحطات والمراكز أو حتى أماكن تخزين الصناديق صناديق الاقتراع طبقت هذه اليوم التجربة؟ يعني حقيقة ما ذكرته بأنه الكاميرات كاميرات المراقبة الموجودة في مراكز الاقتراع أكد مسؤول المفوضية مدير المفوضية في النجف الأشرف بأنه تجربة رائدة وأكد من خلال الاقتراع الخاص بأنها كانت عملية دقيقة جدا في مراقبة الصناديق الاقتراع مراقبة المراكز الاقتراع الخاصة واليوم أيضا لحد الآن تباشر عملها بصورة صحيحة وجيدة ونحن ننتظر الساعات المقبلة للإعلان عن النتائج الأولية لأن كما تعودنا في الاقتراع الخاص بعد الظهيرة تم إعلان النتائج الأولية ومن بعدها استمرت عملية التصويت. فعلا شكرا لك فلاح القرعاوي من محافظة النجف الأشرف نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق ولكل أهلنا وناسنا في محافظة النجف الأشرف ونتمنى استمرار لهذه المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات. هذه التجربة اللي مثل ما ذكرنا تجربة مهمة بالنسبة لأهلنا وناسنا فيما يخص موضوع تقديم الخدمات. أرجع لك مرة ثانية أستاذ واثق يعني شفنا الوضع في محافظة النجف مثل ما ذكر فلاح الأجواء مطمئنة الأمور الأمنية ماشية تمام الأمور اللوجستية كمفوضية انتخابات أمورها طيبة ما سجلت أي مخالفة لحد الآن فبالتالي شنو ينتظر المواطن اليوم ما عندنا بعد خلل مشاكل أمور طيبة مثل ما نقول والله إحنا المواطن العراقي نعمل بخير لأن هذا المواطن إحنا جربنا رغم المفخخات والهاونات والانتحارين جاء وقرر مصيره بالدستور قرر مصيره في أكثر من انتخابات واليوم هذه الأجواء الآمنة الاستقرار السياسي الاستقرار الأمني البيئة الموجودة في العراق من وئام سياسي من قوة من طاقات شابة يعني إحنا الآن اللي لاحظة معظم القوى السياسية أو كل القوى السياسية رشحت معظم الوجوه وجوه جديدة وجوه شابة وجوه طموحة بالتالي أمل كبير إحنا اليوم وتفاؤل وحقيقة فرحين جدا بهذا الشعور الوطني بهذه المشاركة يعني أنا أشوف المواطنين في القرى في الأرياف يعني متعودين يقعدون من الصبح في من الستة الصبح أكو ناس جايين يم المركز الانتخابي كأنما هو عنده سباق وهذه يعني روح التنافس وروح السباق وهذه الإيجابية يعني جميلة وأنا أتمنى لهم يعني أتمنى يا أخواني سارعوا اللي بعدين خليه يروح أنا اللي أتمنى أنه كل هذه الإيجابية والطاقة اللي عند الناس تكون تنتقل لأعضاء المجالس اللي راح يتوفقون إن شاء الله ويقدمون الخدمات للناس.
إذا أسألك أعداد، يعني بغداد 49 مقعد مخصص، الواسط 14، الأنبار 16، البصرة عندنا 22 مقعد، هذا النسبة وهذا التمثيل تشوفه كافي اليوم لأهالي هذه المحافظات وما تعاني من نقص بالخدمات؟ يعني أكيد إحنا نطمح على أكثر بالتالي، لكن أن نعمل بالموجود. يعني القانون سانت ليغو 1.7 قد فصل هاي الأمور بتفصيله وبدقة، والقانون هو اللي حدد مدى يعني استيعاب هذه المحافظة وكل محافظة كم تحتاج من الأعداد، هذا كله مفصل بالقانون. قضية مهمة بس خلي لا نغادرها، احنا اليوم ترى لأول مرة من 2006 ما صارت انتخابات في كركوك. في كركوك اليوم انا قبل طبعا 5 أيام كنت في هذه المحافظة، وانقل بأمانة وبصدق هذه المحافظة من شفتها يعني وكأنه عرس، وكأنه مدينة لا تنام، اكو اندفاع يعني. وهذا اللي حتى يعني بلورته وترجمته الانتخابات التصويت الخاص، يمكن اكثر من 80% كانت محافظة كركوك. ايش قد كانت كركوك؟ اكثر من 82%. يعني شنو يعني كركوك اليوم عادت كمحافظة عراقية تأخذ استحقاقها، وخاصة أكو متغير حصل بيها إذا تتذكر، كانت أكو بعض المزايدات، بعض الأمور والاستجالات السياسية وغيرها. لكن بانسحاب الديمقراطية الكردستاني على هذا الجو صح، بانسحاب الديمقراطية الكردستاني من المقر المتقدم أكيد هيئ لأجواء أن تكون أجواء إيجابية وصحيحة. واليوم الكل قلت لك كل الأعلام مرفوعة، هو جيد بالموضوع أنه طمرتنا من خلال تواجدك بهذه المحافظة، يعني شفت أنه هذه الصراعات السياسية ما ألقت بظلالها أبد ما ألقت بظلالها، لا الكل مستثمر هذه الأجواء الإيجابية ليقدم بغض النظر عن من هي هوية المحافظ سواء عربي أو كردي أو تركماني، المهم الخدمات، والمهم هاي المحافظة أن نعيدها كما كانت، محافظة غنية بالنفط، محافظة يعني دفعت من الشهداء، دفعت من الكثير من الضرائب التقاطع السياسي، لكن أنا أعتقد القادم لهذه المحافظة بتقديري هذا الوئام اللي بالمحافظة اللي شفته، أعتقد ستكون هنالك مخرجات مطمئنة لهذه المحافظة التي أعتقد يجب أن تقدم لمواطنيها. ترى محافظة كركوك أبنائها لحد الآن أكو مناطق تعبانة جدا شفتها، هي محافظة غنية ومحافظة تعيش على النفط، يعني ما ممكن يجب أن تتوائم هذه الإمكانات ويا التوظيف المال للخدمات. واعتقد ان القادم افضل اذا كانت هنالك مشاركه جديه في الانتخابات ان شاء الله. احنا نقول خدمات مجالس المحافظات، اذا نحكي بالتفصيل كخدمات، يعني ايش يقدر يقدم لي اليوم انا كمواطن ساكن بالمنطقه الفلانيه، ايش راح يقدر يقدم لي عضو مجلس محافظه؟ طبعا هنا عندما نفهم دور مجالس المحافظات طبعا نعرف انه ايش راح يقدم. اولا مجالس المحافظات هي تخطط لمشاريع المحافظه، ثم هي تصادق على موازنة المحافظة، وتنتخب المحافظ اللي هو رئيس السلطة الإدارية والتنفيذية في المحافظة. كذلك يعني هي ممكن تقدم، يعني مو تقدم فقط مشاريع وقوانين ممكن تخص المحافظة، لكن ضمن سقف الدستور. يعني احنا مثلا على سبيل المثال نحتاج الى يعني قانون يخص مثلا صيد الاسماك في محافظات الجنوب، قد نقول في للغابات في الموصل، يعني حسب طبيعه المحافظه واحتياجات المحافظه واهل المحافظه، حسب احتياجاتها وحسب خصوصيه هذه المحافظه. النقطه الثالثه هي الرقابه على يعني المؤسسات التنفيذيه، يعني المؤسسات يعني عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة. المحافظة يستطيع مجلس المحافظة أن يراقب. إحنا ما ننتظر عضو برلمان يجي يوصل لدرجة، يعني ما يقدر يوصل لدرجة مدير عام فما دون يجي يراقبه ويجي على موضوع. بالتالي عضو مجلس المحافظة هو الأقرب وهو المعني أكثر بهذا التفاصيل، متواجد بعدين بالمحافظة، عضو برلمان متواجد ببغداد، هناك متواجد بالمحافظة، الوزير متواجد أيضا بمركز الوزارة، هناك يقدر يوصل مهم. يعني ممكن مهم. حتى الشكوى البسيطة يقدر يتواصل مع عن طريق عضو مجلس المحافظة. بالتالي هذه الأمور راح تسهل، بالتالي هي هذه الأهمية هذه التطمينات بمحافظاتنا، سمعنا من النجف وباقي المحافظات وكركوك، كلها إن شاء الله تدل على ضرورة المشاركة. ضروري أنت كمواطن اليوم عندك رأيك، صوتك مهم، صوتك ممكن يغير واقعك، خصوصا لسكان أطراف المحافظات سواء محافظات الوسط، الجنوب، الغربية. 15 محافظة مشاركة بهذه الانتخابات، أغلب هذه المحافظات سكان الأطراف يعانون من مشاكل، ومثل ما ذكروا ضيوفنا هذه فرصة لكم، فرصة أن تختارون الشخص المناسب، الشخص اللي يمثلكم بمجلس المحافظة المعني، فبالتالي هو أعرف باحتياجاتكم
وما تريدوه خلال الفترة القادمة. أنا أشكرك الأستاذ واثق الجابري الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أشكر الأستاذ نبيل العزاوي الباحث في الشأن السياسي. أشكر لكم مشاهدين الكرام أيضا على طيب المتابعة. تغطيتنا مستمرة ومستمرين بساعات بث مباشرة من قناة الأيام الفضائية لانتخابات مجالس المحافظات. إلى اللقاء.